طب كابتن ايه يعني، خلينا نقول ان يعني انتوا ليكوا بقى واضح فرضتوه على الناس، انتوا فرضتوا بمجهودكم ببطولاتكم واضح ان احنا كل بطوله داخلينها الناس ده بقى بيحاسبوا الفرقه على الماتش الجيم والله الجيم والله يعني لا 3-0 ايه ده، 3-1 ازاي، 3-2 ازاي. مسؤوليه كبيره، جاهز للفترة الجاية المسؤولية دي؟ بص بقى انا عارف، اصل انا عارف انت بتفكر ازاي. طول الحمد لله ما الفرقة موجودة واقفة على رجليها، والناس يعني الجمهور حاطط امل على الفريق. أيوة. كبير جدا بالظبط، وانا مقدر دوت، واللعيبة مقدرة دوت، والجمهور بيرفع الفرقة عالي جدا، وكفاية اليومين اللي فات او الثلاث ايام اللي فاتوا الناس كلها يعني مظاهرات حب على السوشيال ميديا، على السوشيال ميديا بصراحة للناس كلها والله، وحاجة يشكروا عليها. والله يعني هنعمل اللي علينا زي كل سنه يعني ان شاء الله. انا مديهم 10 ايام اجازه. طب تبتدوا على طول يا كابتن؟ وهنبتدي ان شاء الله لسه ما نعرفش يعني ما جاش حاجه من الاتحاد رسمي ان احنا هنبتدي امتى، بس هتبقى قريب اكيد لان كل الاتحادات لحمت يعني في شهر 11 يعني هو كام 11 لسه ما نعرفش، بس لازم كنت اديهم راحه يعني ان شاء الله. وهنبدا ان شاء الله، ويا رب نكون دايما عند حسن ظن الجمهور يعني. اكيد يا كابتن، اكيد يا كابتن. طب انت كابتن 10 بطولات زي ما انا قلت، انت 3 سنين ما شاء الله منذ توليك المهمه، فرضت ادائك على الناس كلها، فرضت بشخصيتك بالكاريزما بتاعتك، اللعيبه بتحبك ولا قلت كده في الانترو، تخاف منك، بتحترمك، مع الفنيات باهلك تاخد 10 بطولات. اغلى بطوله ايه من البطولات العشرة دول عليك؟ بمنتهى الامانه بطوله افريقيا اللي كانت في تونس. انا احنا طبعا غطيناها هنا في قناه الاهلي. لا دي كانت بتاعت منعم لما تعور، بتاعت منعم لما تعور، كانت سنه 2017. دي كانت صعبه جدا لان احنا مسافرين واحنا خسرانين الدوري، ومش عايز اقول لك برضو الحاله النفسيه كانت عامله ازاي، وما كانش فيه احمد ولا عبد الله. عبد الله عبد السلام جه الموسم اللي بعديه، هو احمد صلاح جم من نادي طلاء الجيش السنه اللي بعديها، كانت مهمه، مجموعه صعبه جدا، كانت الترجي في مجموعتنا. بس اقول لك كابتن، وقتها احنا قلنا الحمد لله، وكنا كلمناك هناك قلت الحمد لله انا وقعت في المجموعه الصعبه، فاكر؟ وكسبت الترجي في المجموعه عشان اللي قبل النهائي يكون سهل فعلا، لكن برضو المطبات كانت يعني قطب اتصاب في قبل النهائي، منعم اتصاب في النهائي، عبد العال كان عمل ماتشات هايله في النهائي، وربنا كان واقف معانا يعني. وتكسب الترجي والنجم الساحلي في تونس دي كانت صعبه جدا، في منتهى الصعوبه، لكن بصراحه كانت يعني رجالة. صعبه. وانت لاعب كمان يا كابتن 33 بطوله، بسم الله ما شاء الله الحمد لله، يعني عايزينهم بقى ومدرب يعني برضو. وانت لاعب مشوار طويل برضو يعني، انت يعني بص لما يبقى اللعيب او النجم عود الجمهور على المكسب كلاعب، وعود الجمهور على المكسب كمدرب، يعني بتهيألي يا كابتن انت في منتهى الفخر باللي انت حققته، 33 بطوله كلاعب، دي حاجه برضه مش انا لما بلعب مع ابني في بلاي ستيشن ما بحبش اتخسر. هو النادي الاهلي كده يا كابتن، اللي بيتمرن في النادي الاهلي واللي بيلعب في النادي الاهلي كده.